السلام عليكم. هضرت لكم في الحلقه اللي فاتت على المنحه، عطيتكم واحد ليدي جينيرال عليها كيفاش حسن انت تقدر تقدم على هذه المنحه وشنو هما الحوايج اللي غادي تخصك. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم شويه ديال التفاصيل. كيف ما قلت تقريبا تتكون 165 منحه، وهذيك تكون متفرقه على ثلاثه ديال الاسلاك: ليسونس، ماستر، دكتوراه. وغالبا غالبا فليسونس وماستر هما اللي كتكون في الفئه الكبيره. بالنسبه لهذه المنحه ان شاء الله فيمكن لك تقدم عليها انت الله ابارتير من العام الجاي. بالنسبه للانتقاء ولا المراحل او الاجراءات فهو متقسمين لثلاثه. اولا كتكون سيليكسيون في المغرب، انتقاء اولي في المغرب. وهذا الانتقاء هذا كيف ما قلت لكم عاوتاني فراه كاينين الناس هنايا المستوى ديالهم متوسط جدا وراه جاوب، ما تحرقش راسك. واخا يكون عندك كنت كدوز غير بمقبول حتى انت دير لابليكاسيون ديالك وسوميتي لهم ان شاء الله. بالنسبه للانتقاء الاول ملي كدوز فيه تيقول لك بلي راك تسليكسيونيز. المرحله الثانيه كدوز للجامعه اللي اختاريتي، حيت ملي غادي تسجل في البلاتفورم ديالك غادي يعطوك جوج ديال الاختيارات، خاصك تختار الجامعه ديرها في لوشوا الاول وجامعه اخرى ديرها في لوشوا الثاني. جامعات فهذا كيخضع على حساب التخصص ديالك واين مدينه كاين وشوف انت شنو بغيتي عاوتاني. ولهذا عندك جوج ديال الحظوظ تقدر تقبل في الاولى ولا تقدر تقبل في الثانيه، وبجوج بهم كيدوزوا لك امتحان. وكل جامعه عندها سيستيم ديالها، كاين الجامعه اللي كدوز لك الامتحان الكتابي وكاين اللي كدوز لك الشفوي وكاين اللي كدوزهم لك بجوج. الا تقبلتي انت ان شاء الله في الاولى ولا الثانيه فراه مبروك عليك، وان شاء الله غادي تدوز المرحله الثالثه. المرحله الثالثه اللي هي ديال توزيع المنح. المنح كتمنحوا ليك من الوزاره ديال المجر، واحد لوغانيزم في المجر اللي سميتو تي بي اف هو اللي كيعطي هاد المنح هادو. كن اكيد انه الا تقبلتي ان شاء الله في شي جامعه فغادي يكون عندك واحد لا شونس كبير انك تاخذ حتى انت المنحه. ولا خديتي المنحه فمرحبا بك وبدا توجد الفيزا باش ان شاء الله حتى انت تجي لهنغاريا. وكاينه حاجه واحده اخرى بالنسبه للناس اللي تيقراو حتى في الدكتوراه وبغاو يديروا ستاج، يس كاين بروغرام ديشونج، يمكن لك تجي لهنايا ودير ستاج لمده سوميستر ولا جوج ديال لي سوميستر مثلا، وتجي وتقاد فيه ان شاء الله البروفيل ديالك وتقاد فيه ديزارتيكل وما الى ذلك، وتعلم فيه بزاف الحوايج. نظرا للضعف ديال الامكانيات اللي عندنا حنا في المغرب ممكن لكش انك تخدم في بعض المختبرات. وكنهضر بالاخص على لا سيونس بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش الماتريال باش يخدموا، فهذه فرصه لكم ان شاء الله. الى دخلتي الجروب ديال ستيبنديوم هانغاريكيوم في فيسبوك غادي تلقى فيه ميم، تقدر تلقى امثله نماذج الامتحانات اللي داروهم ناس قبل، تقدر تلقى ميم دي بروفيل، شوف ناس اللي دخل لي بروفيل ديالهم وشوفوا فين كاينين دابا. كاين اللي تلقاه مثلا ندير انه في هذه المدينه تيقرا في هذه الجامعه، تقدر تتواصل معاه ويقدر يفيدك ويقرب اكثر ان شاء الله في حاله الى دزتي من لا سيليكسيون الاولى ديال المغرب وكنتي مقبل على انك دوز الامتحان مع الجامعه ديالك وما عرفتيش شنو غادي نحطوا لك نوع الاسئله شنو غادي يسولوا. وغادي تلقى كذلك معلومات واي حاجه ديال لاكتواليتي، اي حاجه كتلاح جديده على هذه المنحه في هذا الجروب ديال فيسبوك، فحاولوا تدخلوا ليه وراكم غادي تاخذوا بزاف المعلومات وغادي تعرفوا اكثر ان شاء الله. بالنسبه للايجابيات والسلبيات فاي بلاد فين ما مشيتي كاينين ايجابيات وكاينين سلبيات. تقدر هنا لا جيتي ما تحتاجش انك تتعلم اللغه ديالهم، علاش؟ لان اللغه ديالهم ما غاداش تنفعك وصعيبه ونسبه قليله ديال الناس اللي كيهضروا بها، حيت هي ماشي دوله اللي بحال فرنسا ولا بحال اسبانيا ولا بحال المانيا مثلا اللي تستاهل انك تقرا لغتها اللي كيهضروا بها مثلا 80 مليون نسمه او 90 او 100 او ما اكثر. فغادي تلقى 10 مليون او اكثر بشويه بالنسبه للناس اللي كيهضروا باللغه المجريه، ولهذا ما غاديش تحتاجها باش تهضر. هنا ان شاء الله غادي تستعمل فقط الانجليزيه باش تتكلم باش انك دير اي حاجه. وكاين الناس تبارك الله اللي سالوا القرايه ديالهم هنايا سواء ليسونس ولا ماستر ومشاو كملوا في دول وحده اخرى، كاين اللي مشى للنمسا، كاين اللي مشى لفنلندا، كاين اللي مشى لدوله وحده اخرى. اذا فهي قنطره اللي غادي تساعدك باش دير العبور الى الاتحاد الاوروبي، ثم انذاك يمكن لك ان شاء الله تشوف شي حوايج شي طرق وحدين اخرين باش انك تصوفي راسك. وبالنسبه حتى للخدمه هنايا في حاله الا دبرتي على راسك خدمتي فالرواتب ضعيفه جدا، فالسالير على قد الحال وفي حال المغرب.
إذن هادو سلبيات يعني ما تقدرش أنك تعيش فيها ولا تبني فيها حياتك، وإنما كتساعدك باش أنك تبني راسك باش أنك يكون عندك دوسي زويون. وهذا هو السبب اللي ما غاديش تلقى واحد الجالية عربية كبيرة بحال فرنسا ولا بحال إسبانيا نظرا للراتب الشهري ديالهم هنايا. وهذا ما غاديش نقول لك انا واحد العائق كبير، الا لقيتي كاع شي خدمه ان شاء الله في الاول يمكن لك تخدمها، تاخذ واحد التجربه لمده سنه مثلا او سنه ونص، ومن بعد ان شاء الله يمكن لك تقدم حتى انت لدول كبار بحال فرنسا اسبانيا المانيا او كندا. ولكن فوق هادشي غادي تكون بنيتي السي في ديالك، والسي في هو اهم حاجه حيت باش تدفع لاي دوله واحده اخرى باش تخدم كيتخصك يكون عندك سي في قوي. وداك السي في يمكن لك تبنيه هنايا، حيت هنايا المستوى ديال التعليم ديالهم فراه زوين، ليديكاسيون عندهم هنايا فراه غادي تعاونك. حتى بالنسبه للجامعات ديالهم هنايا ما غاديش نقول لك شي جامعات مرموقه بزاف، ولكن اون فان كوم يمكن لك حتى انت تاخذ منه، يمكن لك تمشي لدول واحده اخرى بحال مثلا الدول اللي ذكرت لكم دابا مؤخرا. ولهذا انا كنشجع كل واحد مثلا الا كانت عنده واحد العزيمه بغى انه يسيي طون لا شونس ديالو، ما كاين حتى شي مشكل، يمكن يجرب هاد لا شونس وما غاديش يخسر ان شاء الله. السلام عليكم.